بدأ نحو 6000 يهودي في تونس احتفالا دينيا بأقدم كنيس يهودي في إفريقيا وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المعبد وفي كامل جزيرة جربة جنوب العاصمة. وتقام احتفالات هذا العام بحضور كبير حاخامات فرنسا جيل بيرنهايم، إضافة إلى أبراهام ليفي كبير حاخامات لندن، مع حاخامات من تل أبيب. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض قد طالب السلطات التونسية بحظر زيارة الإسرائيليين إلى كنيسة الغريبة احتجاجا على قرار إسرائيل ترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية. ويعود تاريخ هذا الكنيس إلى 2500 عام، ويعتقد اليهود أنه يضم أقدم نسخة للتوراة. ومعنا من باريس مي الجريبي، الأمينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطي التونسي المعارض. سيدة أمينة، فقط إذا نفهم وجهة نظركم فيما يتعلق بمنع الحاخامات من المشاركة ردا على ترحيل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية. أولا، المسألة ليست في قدوم حجاج لتأدية شعائرهم الدينية، فالحزب الديمقراطي التقدمي يحترم حرية المعتقد ويعتبر أن التدين هو أمر مقدس. المسألة هي في استعمال الحكومة التونسية لمسألة دينية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء في تقريركم أن هناك أطراف جاءت رأسا من تل أبيب، ونعلم أن عناصر من القادمين هم إسرائيليون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهو تطبيع مع الكيان الصهيوني. الحكومة التونسية ليست لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ونحن نطالب بتدعيم ذلك. والتطبيع بأي شكل من الأشكال، وإن كان غطاء دينيا، هو استهتار لا بالثوابت الرسمية وإنما بثوابت الشعب التونسي ومشاعره. يحدث هذا في وقت يصدر فيه قرار. ولكن سيدة مية، هل هذه أول مرة يشارك فيها حجاج بجنسية إسرائيلية في هذه المناسبة في جربة؟ شارك قبل ذلك حجاج، في كل سنة يأتي الحجاج اليهود إلى المعبد اليهودي، والشعب التونسي يتعامل مع هذه المسألة بكل أريحية. لكن في مرات سابقة أيضا عمدت الحكومة في مسعى تطبيعي مع الكيان الصهيوني إلى استخدام طائرات رأسا من تل أبيب، وهي اليوم تستقبل حجاج يحملون جوازات السفر الإسرائيلية في وقت يمنع فيه الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي، في وقت تغير فيه الكيان الصهيوني يسعى إلى تغيير معاليم القدس، وفي وقت تهدم المنازل على الفلسطينيين على الغزاويين بصفة خاصة، وتحاصر غزة كما لم يحاصر أي شعب. نحن ندعو الحكومة إلى احترام شعبها واحترام هذه الثوابت التي تجمعنا جميعا، ونقول لها أنها ترفع شعار السيادة الوطنية وحمايتها لتشويه سمعة المعارضين، وهي لا تقنع أحدا في ذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر باسترضاء الكيان الصهيوني، هي تستهين بهذه المشاعر المقدسة، ونحن ندعوها إلى فتح مجال المشاركة الشعبية لتعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين، لا أن تسترضي الكيان الصهيوني باستخدام الحجاج الذين يحملون الجوازات السفر الإسرائيلية. وأؤكد أننا لسنا ضد حرية التدين، بل ندافع عنها، ولكن ننأى بالمسائل الدينية أن تدخلها الحكومة في صراعاتها الداخلية في مسعى تطبيعي حتى ترضي. ولكن سيدة مية، قد تقول الحكومة بأنها لا تستطيع أن تمنع متعبدين جاءوا لأداء عبادة لديهم حتى ولو جاءوا من إسرائيل. هذه مسألة سيادة وطنية، هذه مسألة احترام ثوابت شعبها، وهذه طريقة من الطرق، وهي أضعف الأيمان في التضامن مع إخواننا الفلسطينيين وفي دعمهم في قضيتهم المشروعة والضغط على الحكومات الغربية وأيضا الكيان الصهيوني حتى يقر بحقوق الشعب الفلسطيني. سيدة مي، هل لديكم أرقام عن عدد الذين جاءوا من إسرائيل إلى جربة للتعبد والعبادة والقيام بهذه الزيارة؟
ليس لدي أرقام، ولكن أعرف أن في كل مناسبة تعمد الحكومة إلى استخدام الطراف من إسرائيل، وكما قلت سبق أن جاءت طائرات رأسا من إسرائيل، وهذا طبعا يرفضه الشعب التونسي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة حقيقية. لا أعتقد أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمر عبر هذه الأساليب التطبيعية التي أظن أنها تقوم بها الحكومة، لا لأنها لا تقدر على عدم استخدامهم، فهذا من مشمولاتها وهذا من ركائز السيادة الوطنية، ولكن يبدو أنها تقوم بها حتى تحيد النظر على ما تقوم به هي من انتهاكات لحقوق الإنسان في تونس ومن انتهاكات للحقوق السياسية، الحقوق والحريات بصفة عامة. من باريس مي الجريبية، الأمينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطية التونسية المعارض، شكرا جزيلا لك.